اعتبر أيها المغرور بالعمر المديد، فأنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد، وأخو القوة والبأساء والملك الحشيد. دان أهل الأرض طرا لي من خوف الوعيد، وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد. إنها قصة شداد وشديد، وهي من القصص التي لا يعلم بها الكثيرون. خرج عبد الله بن قلابة ذات يوم في طلب إبل له قد شردت وضلت، فبينما هو في صحراء عدن في تلك الفلوات، إذ وقع على مدينة عليها حصن، حول ذلك الحصن قصور عظيمة وأعلام طوال. فلما دنا منها ظن أن فيها من يسأله عن إبله، فلم ير أحدا داخلا ولا خارجا من هذه المدينة، فنزل عن ناقته وعقلها وسل سيفه ودخل من باب الحصن. فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا أعظم منهما ولا أطول منهما، وإذا خشبها من أطيب العود، وعليها نجوم من ياقوت أصفر وياقوت أحمر، ضوءها قد ملأ المكان. فلما رأى ذلك أعجبه وتعاظمه الأمر، ففتح أحد البابين ودخل، فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلها قط، وإذا هو بقصور كل قصر منها معلق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت، وفوق كل قصر منها غرف، وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعلى كل باب من أبواب تلك القصور مصاريع مثل مصاريع باب المدينة من عود طيب قد نضدت عليه اليواقيت، وقد فرشت تلك القصور باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران. فلما رأى ذلك ولم ير هناك أحدا فيها أفزعه ذلك، ثم نظر إلى الأزقة، وإذا في كل زقاق منها أشجار قد أثمرت، تحتها أنهار تجري في قنوات من فضة أشد بياضا من الثلج. فقال: هذه الجنة التي وصفها الله عز وجل لعباده في الدنيا، فالحمد لله الذي أدخلني الجنة. فأخذ من لؤلؤها وبنادق المسك والزعفران، ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها ولا من ياقوتها شيئا، لأنه كان مثبتا في أبوابها وجدرانها، وكان اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران منثورة على الأرض في تلك القصور. فأخذ منها ما أراد وخرج حتى أتى ناقته وركبها، ثم سار يقفو أثره حتى رجع إلى اليمن، فأظهر ما كان معه وأعلم الناس أمره بما كان من أمر المدينة، وباع بعض ذلك اللؤلؤ، وكان قد اصفر وتغير من طول ما مر عليه من الليالي والأيام. فشاع خبره، فبلغ معاوية بن أبي سفيان أمره، فطلب حضوره إلى الشام. فلما قدم على معاوية سأله عما رأى، فقص عليه أمر المدينة وما رأى فيها، وعرض عليه ما حمله منها من اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران، فاستعظم معاوية أمره وقال له: كيف أعرف هذه المدينة ومن بناها ولمن هي؟ والله ما أعطي سليمان بن داود مثل هذه المدينة، ووالله لقد أعطي ملكا لم يعط أحدا قبله ولا بعده. فقال له بعض جلسائه: ما كان لسليمان مثل هذه المدينة، وإن كان لها خبر في زماننا هذا إلا عند كعب الأحبار. فبعث معاوية إلى كعب الأحبار فدعاه فقال له: يا أبا إسحاق، إني دعوتك لأمر رجوت أن يكون علمه لديك. فقال: يا أمير المؤمنين، على الخبير سقطت، سل عما بدا لك. قال: هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنية من ذهب وفضة، وأعمدتها من زبرجد وياقوت، وحصى قصورها وغرفها من اللؤلؤ، وأنهارها في الدروب تجري تحت الأشجار؟ قال كعب الأحبار: والذي نفسي بيده، ظننت أنني سأسأل قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها، ولكن سوف أخبرك يا أمير المؤمنين عنها ومن بناها. يا أمير المؤمنين،
إن هذه المدينة صاحبها شداد بن عاد الذي بناها، وأما المدينة فهي إرم ذات العماد، وهي التي وصفها الله عز وجل في كتابه المنزل على نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنها لم يخلق مثلها في البلاد. قال له معاوية: حدثنا بحديثها. فقال: إن عادا الأولى وليس بعاد قوم هود، كان له ابنان سمى أحدهما شديدا والآخر شدادا، فهلك عاد وبقي ولداه بعده، فملك وتجبر وقهر كل ملوك الأرض وأخذوها عنوة وقهرا، حتى دان الناس لهما بالطاعة في الشرق والغرب. ولما صفى ملك الأرض لهم مات شديد، وبقي شداد فملك وحده ولم ينازعه أحد في الملك، وكان مولعا بقراءة الكتب القديمة، وكان كلما سمع ذكر الجنة وما فيها من البنيان والياقوت والزبرجد واللؤلؤ دعته نفسه أن يجعل تلك الصفة لنفسه في الدنيا عتوا على الله تعالى وكفرا، فأمر بصنعتها وجعل على صنعتها 100 رجل، تحت كل واحد منهم 1000 من الأعوان، فقال: انطلقوا إلى أطيب أرض وأوسعها فاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤ، واصنعوا تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وياقوت، وعلى المدينة قصورا، ومن فوق القصور غرفا، وفوق الغرف غرفا، واغرسوا تحت القصور غرائس فيها أصناف الثمار كلها، وأجروا فيها الأنهار تحت أشجارها، فإني أرى في الكتب صفة الجنة، وإني أحب أن أجعل مثلها في الدنيا وأتعجل سكناها. قالوا له: كيف نقدر على ما وصفت لنا من الجواهر والذهب والفضة حتى يمكننا أن نبني مدينة كما وصفت؟ قال شداد: ألا تعلمون أن ملك الدنيا بيدي؟ قالوا: بلى. قال: فانطلقوا إلى كل معدن من معادن الجواهر والذهب والفضة فوكلوا بها حتى تجمعوا ما تحتاجون إليه، وخذوا جميع ما تجدونه في أيدي الناس من الذهب والفضة. فخرجوا من عنده وكتب إلى كل ملك في الأرض أن يجمع ما في أرضه من ذهب وفضة وجواهر وأن يستخرجها له، فمكثوا 10 سنين يجمعون في الجواهر، فبنوا له هذه المدينة، وأجروا فيها الأنهار، وبنوا القصور من الذهب والفضة والزبرجد والياقوت في 300 سنة، وكان عمر شداد 700 سنة. فلما أتوه وأخبروه بفراغهم منها قال: فانطلقوا فاجعلوا عليها حصنا، واجعلوا حول الحصن 1000 قصر، عند كل قصر 1000 علم، يكون في كل قصر من تلك القصور وزير من وزرائي. فرجعوا وعملوا له ذلك، ثم أتوه فأخبروه بالفراغ منها، فأمر الناس أن يتجهزوا للرحيل إلى إرم ذات العماد، فأقاموا في جهازهم إليها 10 سنين. ثم سار الملك وحاشيته لكي يدخل مدينته التي بناها، فلما كان من المدينة مسيرة 1 يوم وليلة بعث الله عز وجل عليهم صيحة من السماء فأهلكتهم جميعا، ولم يستطع أحد دخول هذه المدينة من بعدهم إلا شخص من المسلمين سوف يدخلها أو قد دخلها في هذا الزمان ويرى ما فيها، ثم يخرج فيحدث الناس بما يرى فلا يصدقه أحد. وهذا ما قيل عن وصف إرم ذات العماد التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وهناك بعض من العلماء من كذب هذه القصة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا أعزائي المشاهدين الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.